لوضع القوات الأمريكية في حالة التأهب، وبالتالي هذا يعكس على عدم رضا الأمريكان على مجريات التنسيق الأمني مع حكومة الإطار التنسيقي بإدارة السوداني، وبالتالي السماح لتواجد أجانب وإيرانيين داخل العراق وتهديد لمصالحها يؤكد تماما على أنهم وصلوا إلى قناعة بأن عدم قدرة حكومة السوداني على ضبط الإيقاعات كما تعهدوا في بداية تشكيل الحكومة من خلال ضبط الإيقاعات، عدم استخدام العراق الساحة للتصفيات وحماية المصالح الأمريكية وقواعدها من قبل الميليشيات أو من قبل المجموعات المسلحة المرتبطة بالإطار التنسيقي، فضلا عن الحرس الثوري الإيراني والمصالح الإيرانية. بالتأكيد إيران تسعى إلى فرض شروطها وتجعل من ساحة العراق وساحة سوريا صراعات متقدمة تشغل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، خوفا من أن تنتقل المعركة إلى داخل إيران أو أنهم يفكرون باستهداف طيب مصالح إيرانية بالداخل. وهذا حقيقة يعكس التخادم الموجود ما بين الإطار والميليشيات وحكومة السوداني، هذا ما جعل أن هناك تبعات دولية لن تكون بدايتها هو العزلة السياسية لحكومة السوداني، إنما تبعات اقتصادية أيضا كبيرة وتبعات أمنية داخل العراق. طيب